علي معلول احتفل الاسبوع ده بمرور 7 مواسم على احترافه مع الاهلي علشان يكون تاني اقدم لاعب اجنبي موجود في الدوري المصري بعد شيملس بيكلي. رحله علي معلول مع الاهلي ما كانتش سهله لان التعاقد معاه كان وقت تولي مارتن يول قياده الاهلي، ومع حسام البدري الوضع اختلف، قعد على الدكه، اتعرض لانتقادات اعلاميه، ورحلته دي كانت قريبه من النهايه برحيله. لكن دلوقتي وبعد 7 مواسم علي معلول أسطورة في الأهلي، واحد من قادة الفريق، عدم وجوده في الملعب يحسسك إن في حاجة ناقصة في الأهلي، وده طبعاً بفضل إسهاماته الفنية وشخصيته القيادية اللي ساعدته على إنه يستمر برحلته مع الأهلي للمدة دي كلها، وفي نفس الوقت يبقى دلوقتي كابتن من غير شارة. بس برضه ده يرجع لإن الأهلي اختار صح من البداية، راح ضم كابتن الصفاقسي، لاعب دولي في منتخب تونس وصاحب أرقام تهديفية مميزة رغم إنه بيلعب ظهير. لما تيجي تبص على قائمة المحترفين اللي لعبوا في الأهلي خلال الفترة اللي لعب فيها علي معلول هتلاقي أسماء زي سليماني كوليبالي، جونيور أجاييه، وليد أزارو، باكاماني، عبد الله الشامي، جيرالدو، سليف كوليبالي، أليو بادجي، أليو ديانج، بدر بانون، والتر بواليا، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، برونو سافيو، أحمد كندوسي، كريستو، وأخيرا رضا سليم، وقبلهم أسماء ما كملتش رحلتها مع الأهلي زي هندريك، أوسو كونان، وبيتر إيبي. باستثناء علي معلول وأليو ديانج مفيش اسم منهم كمل مع الأهلي لأكتر من 3 مواسم متتالية. أغلبهم كان الأهلي بيحاول يتخلص منهم بعد ما فشلوا في تقديم أي شيء للفريق زي برونو سافيو اللي ما كملش الموسم مع الأهلي، وده طبعا يزود من قيمة علي معلول وإصراره على النجاح. بس السؤال، ليه مش كل محترف بيجي الدوري المصري سواء للأهلي أو لفريق تاني بيبقى زي علي معلول؟ لما نروح نبص على قائمة أجانب الزمالك هنلاقي إن حمزة المسلوسي وسيف الدين الجزيري هم بس الأجانب اللي كملوا مع الفريق من اللي فازوا بالدوري موسم 2021-2022. انضم لهم الموسم ده زكريا الوردي اللي فسخ عقده بعد 3 ماتشات، إبراهيم انضاي اللي قضى أغلب الموسم مصاب، وسامسون، وده مش محتاج تعليق. الأسماء دي ضمها الزمالك بعد إيقاف فترتين قيد، يعني المفترض بعد شوقة، والمفترض برضو إن كان في فترة كافية لدراسة احتياجات الفريق والأسماء المرشحة قبل الاستقرار على التلاتة دول. طيب النتيجة كانت إن الزمالك سجل 52 جول في الدوري، 12 منهم بس كانوا من أجانب الفريق، يعني نسبة استفادة الزمالك من اللعيبة الأجانب بتوعه تهديفيا كانت 23% بس. دي نفس نسبة فريق زي إنبي مثلا، سجل 34 جول في الدوري، 8 منهم كانوا من لعيب أجنبي، واحد هو رفيق كابو. فبعيدا عن أمور زي إن مسابقة الدوري بتاعتنا ما بقتش مغرية فنيا وجماهيريا للعيبة من الصفوة في أفريقيا، وطبعا بسبب مواعيد بداية ونهاية الدوري اللي بتقلقهم من ضياع فرص للاحتراف، فأغلب أندية الدوري المصري عندنا ما عندهاش العين المميزة اللي تخليها تروح تجيب لعيبة أجانب مميزين، رغم إن القواعد دلوقتي بتسمح بضم عدد أجانب أكتر وكمان 3 تحت السن. ورغم كده الأندية عجزت إن هي تلاقي أسماء زي بابا أركو وجون أنطوي وعبد الفتاح الأغا وكوفي بوكوي وديفوني، أسماء صنعت تاريخ كبير جدا في الدوري المصري رغم إنها ما لعبتش في الأهلي أو الزمالك. وده هينقلنا لقسم مش موجود في أغلب أندية فرق الدوري، وهو قسم الكشافين في النادي. وببساطة القسم ده هو المسؤول عن ترشيح اللعيبة لإدارة النادي بناء على المراكز اللي طلب المدير الفني تدعمها، وده لأن المدرب مش هيقدر يتابع عدد من اللعيبة بتركيز لمدة موسم أو 2 أو يحكم على لعيب بره فرقته من فيديو على يوتيوب، وده الدور الأساسي للكشافين، وتحته شوية حاجات فرعية زي مدى قدرة اللاعب على الانسجام مع الفريق والإقامة في البلد وسماته الشخصية اللي ممكن تأثر على مستقبله مهما كان مستواه الفني جيد. فمش هتلاقي نفسك بتقع في صفقات كسر زي سليماني كوليبالي يسيبك ويهرب، برونو سافيو ما يكملش معاك الموسم، سامسون اصلا ما تبقاش عارف اذا كان مهاجم ولا بيلعب اصلا كوره، وطبعا متابعه بطولات زي كاس افريقيا للمحليين وبطولات الناشئين والشباب اللي نادرا ما بتستفيد منها الانديه المصريه. فيقدر قسم الكشافين ان هو يخرج منها بكذا اسم مناسب للانديه فنيا وماديا، ودي على فكره حاجه مش بس لازم يهتم بيها النادي الصغير. نادي بحجم ريال مدريد عنده جوني كلافت اللي قد
بيلدم، فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي ولعيبة تانية وفرت على ريال مدريد فلوس كتير وكانت استثمار كبير جدا للمستقبل. هل ريال مدريد ناقصه فلوس او مش قادر ان هو يضم افضل لعيبة في العالم؟ فتخيل بقى مستوى الأندية الشعبية عندنا اللي دايما بتشتكي من قلة الموارد ووجود قضايا كتير في الفيفا من مدربين ولعيبة أجانب بيطالبوا برواتبهم المتأخرة. فقسم الكشافين ده اللي هو فعليا تأسيسه ممكن يكون ثمنه أقل من ثمن صفقة بتجيبها يقدر يوفر لك فلوس كتيرة ويجنبك خسائر أكتر في مدربين ولعيبة كسر.